بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القارئ للأحكام الشرعية فيما يرتبط بالستر الشرعي يجد أحكاما ترتبط بعفة المرأة، ترتبط بحجاب المرأة الروحي والمعنوي، بمعنى أن هناك صفات نفسية يجدر بالمرأة المؤمنة الفاطمية أن تتحلى بها، وهناك أفعال يجدر بالمرأة أن تفعلها، وهناك أفعال يجدر بها أن لا تقوم بها، وهذا كله ينبه على ضرورة أن المرأة المؤمنة الدينة التي تسير على خطى الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام إنما تتنبه إلى الشكل وتتنبه إلى المضمون، تتنبه إلى الظواهر والبواطن من الأحكام الشرعية. فمثلا المولى عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بمعنى سلوك المرأة. المرأة ربما تكون ساترة إلى كل بدنها، هذه المرأة التي يتحدث عنها المولى عز وجل ساترة إلى كل بدنها، ساترة إلى ساقها، ولكن لابسة نوع من الخلخال، تريد أن تنبه الرجل فتعمد إلى الضرب بقدمها، وبالتالي الرجل يتنبه ويلتفت، ويبدأ الرجل في نوع من الرسم إلى صورة متخيلة إلى المرأة، فيذهب بعيدا في نوع من الإغراء ونوع من تحرك الشهوة والإثارة، هذا لا يجوز شرعا. وكذلك مسألة الخضوع التي ذكرها المولى عز وجل في القول بالنسبة إلى المرأة أيضا تندرج في ذات الفعل المحرم شرعا، لأنه يوجب الإفتان إلى الرجل. وكذلك نتنبه حينئذ حتى إلى التمايل بالجسد بالنسبة إلى المرأة، وهنا نجيب على سؤال يرتبط بلبس مثلا الحذاء الرفيع الكعب، هل يجوز أم لا؟ هنا لبس هذا الكعب إذا كان مثلا بنحو يوجب حركة وتمايلا للمرأة، وين طالعة؟ رايحة الجامعة بهذا، أو رايحة مثلا المجمع التجاري، أو رايحة كذا، هذا النوع من التمايل الجسدي عند لبس هذا النوع من الحذاء هو مندرج في ضمن النهي الشرعي. لما؟ لأنه يوجب الإثارة أيضا للرجل. ولذلك أيها الأحباء أيتها الأخوات المؤمنات، يجب أن نتنبه إلى كل هذه الأفعال وهذه التصرفات، وأن لا ننساق إلى رغباتنا الشخصية. ما هو الآن في مثلا فتيات عندهم نوع من الرغبات الجامحة في اللبس والتزين والتعدل وكذا، وأخذ الموضة وإلى آخره، ولكن هناك شريعة مقدسة، شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يجب أن نجعلها أمام أعيننا في الاقتداء بالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذا الصفة التي يجب على المرأة أن تتحلى بها العفة، الحياء. العفة والحياء عند المرأة المؤمنة، بحيث المرأة المؤمنة في عفتها وحيائها تحاسب وتراقب حركتها في الوسط الرجالي، في الوسط الشبابي، تحاسب تمام المحاسبة لكي لا تكون سببا في الإغراء. لما تتحركين بهذا التحرك تسببين نوع من الإفتان والمعاناة إلى هذا الشاب، ولربما تسببين نوعا من الهدم إلى إيمانه واستقامته، وبالتالي تكونين سببا في انهيار هذا المؤمن. ولذا
لابد أن نلتفت إلى البعدين في الحجاب، البعد الشكلي والظاهري والبعد المضموني والمعمق للحجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.